مليئة بالمتعة والجمال قبل انطلاقة أحداث بطولة كأس موسم الرياض، حيث الجميع ينتظر اللحظة التاريخية جديد كينغدوم أرينا معقل نادي الهلال الجديد، وبالتأكيد أمام إنتر ميامي، أمام ليونيل ميسي وأمام الكثير من النجوم. كل التحايا لكم أينما كنتم، نرجو للجميع أن يستمتع معنا في هذا اليوم التاريخي من هنا في قلب الرياض، هنا على ملعب الهلال الجديد كينغدوم أرينا الذي يستضيف المباراة الأولى في كأس موسم الرياض. وبالتأكيد نحن وإياكم وعبر 14 قناة فضائية. السؤال الكبير وبين على تنفيذ نيفيش، يلعب كرة عرضية، الدفاع تدخل، الإبعاد من جانب سواريز، رأسية أخرى تصل لكنها بعيدة على نيفيش، وفي الأخير تدخل وعودة بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة محاولة ميسي مر لكن نيفيش تدخل، وبعد ذلك إلى وجود خطأ يحصل كرة، يحصل على الخطأ ليونيل، لمسة إلى ليان أتاب المرمى والحدا بكرة وفرصة، يا إلهي البينية، حمداني يحاول في هذه الأثرة، حلوة حلوة حلوة، مترو تمرير المين لكن لمساتي رويز لإنتر ميامي، مرور جميل وتسديدة وكرة لكن فيها تسلل، نعم فيها تسلل، لقطة الماضية على سواريز، لقد كانت فرصة، صافج انتظار، لمسة لصبيج، يا هلال شيء من الخيال، لقطة جميلة خيالية، كرة ولا أروع، الله الله، تيكي تاكا هلالية أمام اليوم، يا لها من ليلة، يا لها من تمريرة، يا لها من لمسة، يا لها من لقطة، يا له من هدف، يا له من مترو، شوف مرة أخرى متروفيتش لمالكوم، سيرتي الانتظار، وينك يا مترو؟ شيء من الخيال في أداء، لحظة فيها كلام هذه اللقطة، فيها كلام هذه اللقطة، ضيف على عيني وراسي إنتر ميامي، لكن لابد من تقديم من تطبيق القانون حتى تصل كرة إلى نيفيش، نيفيش عرضية خطيرة، الحمدان تسديده الثاني، يا زعيم يا زعيم يا زعيم يا زعيم، الله الله الله، الثاني للحمدان ولا أروع، أي هلال هذا، أي سحر هذا، هذا ما يعرف بالسحر الحلال، هذا هو مفهوم الهلال، هذه شخصية الزعيم، وليلة من ليالي الزعيم، دقائق هلالية، إنتر ميامي، إنه يثير الشفقة أمام زعيم آسيا، روبن شوف مرة أخرى، الحمدان في زاوية بعيدة، تهادت، ذهبت، توجهت، عانقت الشباك، ابتسمت، فرحت بالوصول، ليو، ليو بينية جميلة، ألبا في هذه الأثرة لسواريز، يا إلهي، مستحيل اللقطة كان فيها تسلل على لويس ستو، كان فيها تسلل، اشتقت ميتش، ليو على اليسار جميلة، ليو ألبا وسواريز، خلصها حبيبي يا إلهي، كان فيها تسلل اللقطة الماضية، لكن حبيب في الموعد، الحبيب حبيب الوطيان كان في الموعد في اللقطة الماضية، عملك ليو، طلب الكرة من جانب اليوم، يدين يلعب الكرة باتجاه ميسي، ولكن التغطية في اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك الإبعاد، الكرة بدالي إنها إلى ركنية، نعم ركنية لليوم، كان كثير من الكلام، تلعب عرضية خطيرة لكن حبيب الوطيان يتدخل تزيدها، لكنها مرت جميلة، سواريز، سواريز خطيرة لكن عدت، يا بوسكي ساسف في اللقطة الماضية، بوسكي كان في اللقطة الماضية، طبعا سواريز مثل هذه المواقف لا تضيع، كرة اللي كانت عند بوسكيتس محور الأرض في سنوات مع البارسا، طويلة لميشيل، ميشيل، ميشيل، وكرة يا إلهي يا سيرجي، يا سيرجي، الله على النظرة يا سيرجي، أي سافيتش هذا يا جماعة، ولا أرى
هو خلف المدافعين. المحاولة، الخطورة، التمريرة، اللمسة، والدفاع يتدخل في محاولة مرور أمام أكثر من لاعب بدون أن يحصل على فرصة لأن يتنفس. كرة بينية خطيرة، فرصة لإنتر ميامي والتعادل. قد يأتي الفرصة الهدف الأول فيها تسلل، أي تعادل 2-0 للهلال. حتى لقطة سواريز فيها تسلل، متوتر لويزيتو في هذه اللقطة، ما إذا كان فيها تسلل أم لا. إشارة من الحكم المساعد بوجود تسلل. شوفها مرة ثانية الكرة التي كانت لمصعة غريسيال، وبعد ذلك من اللقطة في انتظار ما إذا كان في تسلل أم لا. سواريز مع الحكم دينا ألفيش، طاقم تحكيم نسائي من البرازيل يدير أحداث هذه المباراة. كما استمعنا سيداتي وسادتي، الحكم يشير إلى وجود هدف لإنتر ميامي. نعم، اللقطة وضحت أن الكرة جاءت من المدافع جحفلي ولم تكن من غريسيال، وبالتالي فإن سواريز يسجل هدف فريقه الأول في هذه. ميسي موجود، لمسة نيوم لسواريز، تمريرة الرد، تعادل. كان فيها تسلل على ليو، تسلل على ليو في قرار الحكم المساعد. يا إلهي، على لقطة مرة أخرى تثير الأجواء، غلطة دفاعية أخرى في دفاع الهلال ينجح من خلالها فريق إنتر ميامي من الوصول إلى هدف ثاني. يلغشايل، يحاول ميشايل، بينية خطيرة، الحمد لله بكرة عرضية، وبالرأس يا ميشايل الثالث. الله ميشايل، أي ارتقاء، لمسة ولا أجمل. الكرة تعود مرة أخرى لعناصر الفريق الأمريكي في هذه اللقطة. اندفاع بتهور في هذه الأثناء، حكم اللقاء لم يشر إلى شيء، اللعب استمر بعد ذلك. سيداتي وسادتي بهذه الصورة وأمام الجميع، حكم اللقاء إيدينا ألفيش، ماذا قررت في هذه الأثناء؟ ركلة جزاء لإنتر ميامي على محمد جحفلي، ليحصل ميسي على الكرة من أجل أن تكون له بصمة في هذه المباراة. هذه اللقطة اللي كان فيها ركلة جزائية على محمد جحفلي باندفاع كبير في هذه اللقطة على رويز، وبالتالي يكسب أمام الطيار ليو. من غيره اليوم، من لها غير اليوم. ميسي يسجل هدف ثاني لإنتر ميامي، يعيدهم في أجواء المباراة بضربة رائعة جدا من علامة الجزاء. إنتر ميامي هدف، صارت أهدافها إلى 5، وإثارتها أكبر ومتعتها أكبر، لا يمكن أن يأتي هنا ولا يكون لها أي دور. دقيقتين كانت كافية لقلب الموازين في كينغدوم أرينا. الله على هذا السيناريو، الله على هذه اللقطة، الله على هذه اللعبة، الله على لمسة رويز اللي تسبب في ركلة جزاء وسجل هدف رائع. بجانب ليو، بروعة كبيرة من جانب رويز في زاوية صعبة على حارس المرمى. إنتر ميامي شكل ثاني، اللمسة في الأصل من الكورة في الأصل من التمريرة في الأصل من ميسي لديكم، لا خوف عليكم. كانت للبارسا الليلة لإنتر ميامي من لا شيء، لا زالت لإنتر ميامي. لمن عالية يا ليو، جميل. الحمدان، كأس موسم الرياض، المباراة الأولى، 6 أهداف، هذه اللحظات الرائعة في كأس موسم ليونيل ميسي. في هو ما طلب الخروج إلا إذا مصاب، طبعا لا ما مصاب. هذه محاولة، كرة تلعب الآن عند 87 دقيقة، 8، الله الله، سيمفونية الهي.